أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم سنتحدث عن الأمانة وسنقول قصة عن الرجل أمين. كان فيه رجل عنده عمال كثيرة، فكان هذا الرجل أمين جدا، فأحد من العمال ذهب سنين طويلة فلم يرجع، فكان هذا الرجل أمين وجعل لهذا الرجل الذي كان يشتغل عنده مزرعة وفيها حيوانات. فهذا الرجل الأمين بعد قليل وقع في حفرة، فقال: ربي اخرجني من هذه الحفرة لأني جعلت لهذا الرجل مزرعة. ربنا راح فتح له الحفرة وخرج منها. استغفر الله ورحمه. استغفر الله. طيب. يا عمي رب اغفر لنا. آمين. واهدنا. آمين. واغفر لآبائنا. آمين. واغفر لأمهاتنا. آمين. اللهم ارفع لنا. آمين. اللهم اغفر لنا. آمين. ذنوبنا. آمين. فكفر عنا سيئاتنا. آمين. وصل اللهم وسلم. آمين. وبارك على سيدنا محمد. آمين. واقم الصلاة. آمين. على أحمد وليد. أحمد وليد. أحمد وليد. أقيم الصلاة زي ما بتقيم أنت. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يلا اقف، طب نصلي، يلا نقف. ايه رايك يلا نقف ونبطل لعب؟ ما تقولش لا كوكب، لا ثلاثة اثنين.